وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير وتحديث منظومة العمل بها. يهدف البروتوكول الذي تصل مدة تنفيذه لثلاث سنوات إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف.